طواف الجزائر الدولي يدرك محطته السادسة التي انطلقت من سطيف باتجاه قسنطينة بمشاركة 82 دراجا عبر مسافة تقارب 130 كيلومتر. كانت إجراءات تنظيمية في هذه الدورة يعني مسبقة، وين كانت يعني كانت تحضيرات يعني جدية لهذه الدورة الدولية، لهذه الدورة اللي بالحجم هذا، بحكم أنها كونها مرحلة من المراحل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. الحمد لله احنا كنا نتوقع باللي الأوروبيين يأخذون كل المراحل، لكن الحمد لله المستوى الجزائري راه مرتفع مقارنة مع السنوات الماضية. المرحلة الثانية بس فيها حمزة ياسين، المرحلة الثالثة رقيقي، المرحلة الرابعة حمزة ياسين، المرحلة الخامسة للأسف فاز بها هولندي، لكن المرتبة الثانية عادت لي أسامة شبلاوي. الحمد لله نتوقع إن شاء الله في المراحل القادمة يعود القميص الأصفر لواحد من شبان الجزائري إن شاء الله. المستوى راه جد 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 رائع. الطبعة الحالية لطواف الجزائر الدولي شهدت تألق الدراجين الجزائريين، ومنحت فرصة لدراجي المنتخب الوطني للآمال للاحتكاك بالمستوى العالي. كانت منافسة قوية على جال حضور فرق أجنبية، كان احتكاك مع دراجين محترفين. دورة الجزائر كانت صعبة والحمد لله حققنا مراتب جيدة، وإن شاء الله يزيد طاب الاخرين ثاني اصحاب ان شاء الله نحققوا مراتب مليحه ونرفع الرايه الوطنيه. وسط ظروف محكمه ميزت كل المراحل منذ البدايه، وفي ظل منافسه شديده بين الدراجين، يستمر طواف الجزائر الدولي للدراجات الذي سيختتم من ولايه تيزي وزو في المرحله العاشره.